أظل تنسمع بالنسيم دي كانوا إيه كل واحد وسطي عاود كل واحد وسطي أول بحال بحال البيضاوي دو موسي دي بين راسو فين عرفوه باش هو باش هو مدفون في الصفات ما عرفوش حتى دي صابو القبر ديالو سكنوا في الدار وهو القبر ديالو هناك كل واحد كل واحد وسطي هادي تيعاودوا انا براسي ربي حولي ما قال انا مسند الولد ديالي عليهم عليه علاش كانوا يخلقوا للولاد وكانوا يموتوا والبنات كانوا يعيشوا عندي 6 البنات وولد واحد وملي كنا ملي مشيت عند لا مشينا بحال دابا حد تاع شي حد تاع عارف السحور يا تاع عارف هذا قالنا قالت لي نتينا قالت لي دابا عطيانك عطيانك تسعود البنات وكل شيء كل الولد خلق هاز كانت الله يرحمها نشيفتي ومو الرازلي قالت لي يا بنتي يلا مشو ربيحوا لي ما قال سند عليه مشيت معاه مشيت معاه مشينا لتما عملنا السعودة عملنا دي كتب الله وكان هناك واحد يبارك باركنا وجينا انا تسعود البنات دي قالت كانوا ثلاثة ماتوا ثلاثة كنت كل شهور ربع شهور وتحوا كل شهور ربع شهور تسعود التربيات دي خلقوا لي دي كانوا والولاد ما كانوش از قالت لي وتتعار دابا حنا تسندنا على مولانا وعلى الصديق على مولانا جيت للدار تنبكي ما عرفت ما نعمل دازت عام داز عام حبلت بالولد ديالي قلت لها تتعرف هاني دابا انا ما دي قالت لي ودابا ندر وبقى في النيدر ديالك ما تحيدوش مشينا للصديق عاوتاني قلت له الصديق العزيز انا من ندرة الا كان ولد كل الولاد ديالك نكونوا هنا وهكذاك عملنا حتى تخلى العسكر تدخل عسكر وهو بدو جا لحونيا ما قال حيال كان في ليبانون ودور مع الكاتين ديالو قالوا تتعرف انا نحتاج نمشي اليوم لحونيا ما قال قالوا لو طلع ما تقدرش نتبات قالوا كيف ما عملتي نحتاج نمشي اليوم عطيني ساعة غير نوصل لحونيا ما قال نزور ونرجع هكذا كامل وحتى اليوم وقت اللولا تيمشي نهار العاصمة تكون اللولا ديالو كان تنمشي وتنزورو إلا ملي لا مشى سكن في تل أفيف قال لي بو دابا الولد دابا أنا هو مش تل أفيف كيفاش تعملتينا مع الندر دي من ندرين قلت له نمشي نسول مشينا لتمانيت كنا في الهدا مشينا قلت له الرافدي جالس هناك قلت له تتعرف انا ما عملتو دابا كيفاش نحيد الندر الاول اليوم بعد سكرين ومشى فحالو ساكن لي في تل افيف وما تيتسبش كيفاش يجي وما عندو لا طوموبيل لا والو قال لي حيدو من الندر قلت له انا نقدر نحيدو قال لي ايه تقدر وعمل داك سيدي عمل الرف وباركنا وباركو تاع الولد حيدتو من النيدر
دابا طنقولوها بنيني ندر، انا ما بقيت ما بقاش عليا. فالنتينا كنت تشوكر تمشي في العاصمه النهار ديالو سير، ما شوكرتيش وتما حبتي تكون تجي وتمشي لهذا. هكذاك دابا تنعملو، واخا دابا ساكن هنا في اسرائيل معانا في كريات شموني وكل شيء، تيوصل له تيمشي.